والآن مشاهدينا الكرام نتعرف معا على أحوال طقس الغد. نعم، مرة أخيرة تنضم إلينا آية كفوري. إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نتعرف على أحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 19، الصغرى 11، الإسكندرية 18، 10، مطروح 18، 11، بورسعيد 19، 12، والإسماعيلية 20-9، نذهب بعدها إلى السويس العظمى 20 والصغرى 10، العريش 18-11، طابة 21-14، شرم الشيخ 25-16، والغردقة 24-16. أيضا الأقصر العظمى 23، الصغرى 9، أسوان 25-10، الوادي الجديد 22-7، وشلاتين 24-12، وحلايب أخيرا العظمى 22 والصغرى 12. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.